يلا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن متواجدون في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس. وصل إلى هنا قبل قليل جثمان الشهيد محمد ناصر داود أبو عصب، هو أحد المقاومين من كتيبة بلاطة الذي أصيب قبل نحو 4 أو 5 أيام بسبع رصاصات خلال تصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي. إصابات كانت بالغة الخطورة. كنا متواصلين مع عائلته خلال تواجده في مستشفى النجاح الجامعي. كان وضعه صعب للغاية، واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عليه كمية كبيرة من الرصاصات في صدره وفي بقية أنحاء جسده، حتى تقبله الله في عليين وأعلن عن استشهاده صباح اليوم. خاله الأستاذ محمود أبو عصب، أول شيء عظم الله أجركم. شكر الله وسعيكم. يعني تفاصيل الإصابة. محمد هو شاب من شباب مخيم بلاطة، هو كان ينضم لأحد كتيبة مخيم بلاطة، شاب كان يتغنى في المقاومة، هو كان رفيق درب الشهيد نادر الريان. هو ابن خالته. ابن خالة نادر الريان. نادر الريان استشهد قبل سنة وخمس شهور، وهو من يوم ما استشهد نادر وهو ناول الشهادة وطالب الشهادة، والحمد لله رب العالمين. يعني محمد، أزقة بلاطة هي اللي بتحكي عنه، شوارع مخيم بلاطة هي اللي بتروي حكاية محمد. أنا ما بقدر أروي شو كان يعمل محمد، ما بقدر أحكي شو كان يعمل محمد، بس شوارع وزقائق مخيم بلاطة وشباب مخيم بلاطة ونساء مخيم بلاطة هم اللي بقدروا يروي شو كان محمد يعمل وشو كان محمد في مخيم بلاطة. محمد اتمنى الشهادة، وأحنا الحمد لله رب العالمين نساء فلسطين كلهم مولدات وحاطين أولادهم فدى لها الوطن وفدى لها الأقصى، زي ما قال سيادة الرئيس رحمة الله عليه، على القدس رايحين شهداء في الملايين، وكل شباب فلسطين. هو محمد كمان من مواليد انتفاضة الأقصى بعام 2003 ولد، وعاش وترعرع داخل مخيم بلاطة منذ طفولته، وهو في مخيم بلاطة عايش مع أمه. أخي محمود، أنتم بتعتبروا حالكم عائلته، أنت خاله وربيته. صحيح، أنا خاله وهو عاش بيننا وترعرع بيننا وعاش كمان طفولته في بيت خالته مع أولاد خالته أكثر ما هو عاش في بيت سيده، لأنه هم كانوا من جيله أغلبهم وعاش بينهم، والحمد لله رب العالمين. يعني الله يتقبله شهيد، وهو طلبها ونالها والحمد لله رب العالمين. أخي محمود، إيش اللي صار بالضبط؟ الإصابة، الحدث، في تفاصيل؟ والله أنا بالنسبة إلي كتفاصيل، زي ما سمعت من هالشباب، هو كان باشتباك على حوارة مع الاحتلال ونفد الحمد لله رب العالمين، طلع منها. قالوا أنه في قوات خاصة دخلت على مخيم بلاطة من عند شركة الاتصالات. بيحكوا الشباب اللي كانوا معه أنه كان ضايل معه باغة واحدة، قالوا له يا محمد خلاص احنا نفدنا من اولها وربنا مش رايدنا شهداء. قال لهم لا، انا بدي انزل اطخ اخر باغه موجوده معي وبعديها بوعدكم اني اوقف واختفي. يعني قاوم للدقيقه الاخيره، قاوم للدقيقه الاخيره على روايه الشباب اللي كانوا معاه واللي كانوا يساندوا فيه، والحمد لله رب العالمين. الله يتقبله شهيد مع الصالحين والاولياء، واحنا بنحمد الله انه ربنا اختارنا كشعب نقدم الشهداء ونقدم الجرحى ونقدم الاسرى. ما في بيت في فلسطين بخلى من مأساة، كل بيت في فلسطين فيه مأساة، فيه شهيد، فيه أسير، أولاد محرومين. أخي محمود، مخيم بلاطة بالفترة الأخيرة بتعرض عماله لاعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة. الحدث الأخير اللي أصيب فيه ابن أختك سبقه تدمير وتفجير بيوت ودخول بالجرافات، فبالتالي الاحتلال يعني واضح جدا أنه بحاول يكسر شوكة مخيم بلاطة. شوف، طول ما في شباب من هذا الجيل وعندهم هاي الشراسة وبنتموا وبأيدوا سلطتنا العظيمة كمان، والأخ محمود عباس كمان كقيادي كسلطة، هم حاميين كمان للمشروع الوطني، مش بلاطة لحالها بس اللي الاحتلال بيدخل عليها.
بيدخلوا على مخيم جنين، بيدخلوا على جميع مخيمات الضفة الغربية، على مدينة، على جميع المدن في الضفة الغربية. هم بدهم يشتتونا كمان مرة، ما حضرناش احنا النكبة الأولى، هم بدهم يحضرونا إياها كنكبة ثانية، بس احنا بنحكي الحمد لله رب العالمين إنه ربنا بيختار منا الشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين، والله يتقبله شهيد. ومن خلال كمان إدعتكم بدي أوجه شكر كبير لطاقم مستشفى رافيديا اللي أول ما وصلت الإصابة باشروا وحاولوا أنهم ينعشوا، وبنشكر كمان مستشفى النجاح والأطباء في مستشفى النجاح، وبنشكر جميع أطبائنا في الوطن لأنهم هم كمان جنود نفس ما في جنود عندنا، هم كمان جنود داخل المستشفيات، ونتشكرهم كثير. بدي أرد أسألك سؤال مرة ثانية، تحكي لنا تفاصيل أكثر عن ابن أختك، يعني شو كان يحب، شو كان يأكل، كان يشرب، علاقاته في الجيران، يعني تفاصيل إنسانية أكثر. الحمد لله رب العالمين. يعني شوف، أنا إذا بدي أحكي عن ابن أختي بحكي على علاقتي فيه، يعني كان شاب طيب، شاب حبه بيساعد الجميع، يكون مع الجميع، يعني إذا شاف حدا بحاجة لأي مساعدة يساعده رغم صغر سنه، يعني كانت الناس تحبه، الشباب تحبه، يعني هذا دليل على وجود الناس اللي موجودة هسه في المستشفى، من شباب كبيرة، من زلام، من أطفال موجودين، هم موجودين لأنهم كانوا يحبوا محمد وجايين يودعوا محمد، لأنها راح تكون النظرة الأخيرة على محمد. فالحمد لله رب العالمين. حتى كمان يعني كمان نقدم شكر لأخوتنا في الشرطة الخاصة والأمن الوطني كمان على وجودهم معانا هنا، وإن شاء الله رب العالمين أنه تطلع جنازة لمحمد من هون توصل. الترتيبات النهائية، الترتيبات النهائية إن شاء الله هيهم بجهزوا فيه، تنتين ونص بدنا نطلع من هنا بموكب عسكري يوصل لبلاطة، وبعديها نوجهه لجامع عباد الرحمن، ونتوجه لبيت أمه إن شاء الله إنها تشوف تلك إعلان النظرات الأخيرة. وبعدين تعرف لمتواه الأخير، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. الله عودكم عوض الخير ويتقبله. شكراً أخي محمود، تحياتي لك، تحية لك. إذن إحنا بانتظار الدقائق الأخيرة لتحضير الشهيد وانطلاق موكب التشييع، رح يكون من هون محمول على الأكتاف في جنازة عسكرية، بعد ذلك بالسيارات إلى مدخل مخيم بلاطة كالعادة بعد صلاة العصر، بعد ما يتم الصلاة عليه في مسجد عباد الرحمن، بتم بعد ذلك نقله إلى مسقط، إلى أهله، إلى والدته لوداعه، ومن ثم مواراته الثرى. مرة ثانية للتذكير، هو ارتقى مشتبك خلال تصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي واشتباكه معها في اقتحامها الأخير لمخيم بلاطة، هذا الاقتحام اللي تصادف وتزامن مع دخول المستوطنين إلى قبر يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس، كان مئات جنود الاحتلال الإسرائيلي. بعد ذلك دخلت الآليات إلى داخل مخيم بلاطة بجرافة ضخمة وقامت بتفجير عدد من المنازل للمقاومين والمطلوبين هناك، وبعد ذلك دارت اشتباكات عنيفة. والتفاصيل إنه محمد كان ضمن مجموعة خاضت اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة في الجنوب، إلى الجنوب من مدينة نابلس، أصيب بسبع رصاصات في صدره وفي بقية أنحاء جسده، ونزف كميات كبيرة من الدماء. وفي ذلك الوقت كان قد أعلن عن استشهاده، لكن الطواقم الطبية نقلته إلى مستشفى رفيديا ومن ثم إلى مستشفى النجاح الجامعي، مكث هناك منذ فجر يوم الأربعاء حتى فارق الحياة صباح اليوم. هو شهيد جديد يضاف إلى سلسلة طويلة من شهداء فلسطين وشهداء محافظة نابلس ومخيم بلاطة، وهو ابن خالة الشهيد نادر ريان اللي ارتقى قبل حوالي عامين، وهو للعلم يلقب بأبو نادر، هذا نظرا لحبه وتعلقه بابن خالته الشهيد رحمهم الله رحمة واسعة. إذن بانتظار الترتيبات النهائية لانطلاق جنازة الشهيد رحمه الله تعالى.